أحمد الشناوي واحد من أهل الصفارة، بدأها من القاع ثم الدرجة الأولى ثم القائمة الدولية، فمحاضر دولي. مشواره مع كرة القدم لم يكن من الصفارة، بل كان لاعباً ومدافعاً صلداً في صفوف الشواكيش، وحرمته الإصابة من استكمال مشواره فاعتزل مبكرة. كان الشناوي حكماً مميزاً له صولات وجولات داخل مصر وخارجها. الشناوي بات واحداً من أهم محللي فقرات التحكيم في الإعلام المصري، وكثيراً ما يكشف أخطاء الحكام، وكثيراً ما يتحدث عن إيجابياتهم. له آراء هامة جداً في التحكيم وإدارته، وله آراء صادمة للبعض. يعرف قوانين التحكيم جيداً، ولما لا، وهو محاضر دولي على أعلى مستوى، وثق فيه الكاف والفيفا، وكانا يستعينان به في تدريب الحكام وتأهيلهم وتصويب ما لديهم من أخطاء. الشناوي اسم كبير في عالم التحكيم، ورغم ما له من إيجابيات إلا أن البعض يأخذ عليه بعض الأمور، سواء عندما كان حكماً أو محللاً لأداء الحكام. لكن الشناوي يمتلك شجاعة الرد على هؤلاء بما لديه من منطق وحجة ومعرفة جيدة بقوانين التحكيم، ويصف منتقديه بأنهم لا يعرفون القانون جيداً. دائماً لديه كل ما هو جديد في دنيا الحكام وقوانين كرة القدم. هو كثير الاطلاع بما لديه من لغة إنجليزية جيدة تساعده على متابعة كل ما يحدث في العالم. الشناوي واحد من الحكام الذين حفروا اسمهم في كتاب التحكيم المصري جيدة، وله بصمة واضحة بعدما بات من شيوخ الصفارة. الكابتن أحمد الشناوي يحل الليلة ضيفاً على برنامج المجري في ضيافة الكابتن مصطفى عبده. كابتن شناوي ابن الشواكيش والحكم الدولي المعروف، أهلاً بك على شاشة الأهلي.